نحمد الله سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. ونعوذ بالله تعالى من ضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يفتح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد بفضل الله ومنه وكرمه وحوله وسببه نحن على مسألة الانتهاء من تيسير الأصول طلبة العلم في أصول الفقه. وإذا ما أحب أن أنوه أنا كل سنة ما كنت أدي دروس منفتحة وكذا لكن هذه ثمرة من ثمرات التكاثر الذهبي غفر الله له وتكون وفاء لمثل هذا الشيخ الذي ربانا منذ ما نتأثرون نجد شيئا نستطيع أن نقدمه له بعدما بذل عمره وبذل جهده وعلمه بحسن خلقه لطلبة العلم ولإخوانه في الله فجزا الله عنا خير الجزاء. هذه ثمرة من ثمراته ودي أيضا هذه الدروس تكون وفاء لمثل هذا الشيخ العظيم الجليل. نتكلم اليوم عن التعارض. التعارض والترجيح. التعارض لغة هو التقابل والتمانع فإذا تعارضا يعني تقابلا وتمانعا. التعارض اصطلاحا هو تقابل الدليلين بحيث يخالف حكم أحدهما حكم الآخر يعني يأتي دليل يقول لا تشرب واقصا فإن الشرب واقصا حرام ويأتي دليل آخر شرب مثلا واقصا أو نقول أن مثلا رأى رجلا يشرب قائما فلم يسجرها فأصبح حكم الأول يخالف حكم الثاني فنقول هذا ظاهره التعارض. هذا ظاهره التعارض. بالنسبة لتعارض الأدلة أقول بالنسبة لأدلة الشرع كان تعارض فيها على الحقيقة أن الحقيقة أنه لا تعارض في أدلة الشرع. لما؟ لأن كل هذه الأدلة خرجت من مسكة واحدة. قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الوحي هذا نزل من قبل الله تعالى وكلام الله لا تعارض فيه. ولذلك قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القيد وقيد تطبيق الأصول. قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أنا أريد تأصيلا من الآن هو كان هذا ظاهر لكل الناس إن هو من عند الله لابد في اختلافا. أنا أريد التأصيل الأصولي في هذه الآية. كيف مفهوم خلف؟ شهادة فيه اختلافا كثيرا. هل هذا مفهوم خلفه؟ وتنبيه مفهوم خلفه صحيح؟ في شرط ايه؟ لا. قال لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اذا لو كان من عند الله يكون الاختلاف قليلا. ده معنى مفهوم خلف. فلذلك نقول هذا المفهوم مطروح. ليه بقى مطروح؟ لا لا تخرج اغلبه. لان بيان الواقع فقلنا متى يكون مفهوم خلف مطروح؟ اللي كان بيان الواقع والواقع ان اي كلام لاي بشر هنجد فيه ايه؟ اختلافا كبيرا. لكن كلام الله لا اختلاف فيه بحال من الاحوال. مفهوم؟ فقال لك على افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كان كله خرج من مسكات واحده فلا تعارض في الادله. طيب اما التعارض ما هو الائمه كلهم اختلفوا. فنقول هذا التعارض في نظر المجتهد. هذا التعارض ليس تعارض في اصل الادله لكنه في نظر المجتهد يكون ظاهر الادله عنده تعارض. ولذلك كان الشافعي يعني اكثر الناس الذين يالفون بين الاحاديث يقول لا تعارض بين اي دليلين فاتوني باي دليل او دليل اخر ويفرق لكم بينهما. وبعد فيه اختلاف حديث المتكيبة ايضا فيه بيان اصلا كيف الجمع بين الادلة. فالغرض المقصود ان الادلة الشرعية لا اختلاف فيها في الاصل وفي الحقيقة اما التعارض هو في نظر المجتهد. فلذلك امتع ما قاله الحافظ ابن حجر قال وهذه الادلة ظاهرها لا يكون متعارضة. يقول ظاهرها التعارض ادبا مع الله جل وعلا. فإن جاءت أدلة ظاهرها التعارض فإن الأئمة لهم في حل هذا الإشكال خطوات. وهو قائل
الوسيلة الأولى والخطوة الأولى هو الجمع بين هذه الأدلة. ودي أقوى ما يستعمله العلماء يأتي بالأحاديث يحاولون الجمع بين الأدلة. والجمع بين الأدلة يعني من دقة نظر المجتهد. مثال ذلك مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ورد عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا القبلة ولا تستدبروها بدول ولا غائط. يعني لا يجوز أن يتدلل المرء وهو مستقبل القبلة ولا يجوز أن يتغوط وهو مستقبل القبلة أو مستدبر القبلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستدبروا القبلة ولا تستدبروها بدول ولا غائط. قال أبي أيوب الأنصاري فجاءتنا إلى الشام فكانت المراحيض كنف المراحيض فكانت الكنف يستقبلون بها بيت المقدس يستدبرونه الكعبة. قالت فكنا نستدير الكنف دي حائط ولا غير حائط؟ فكنا نستدير ونستغفر الله نستدير حتى لا نستقبل ولا نستدبر ونستغفر الله. فهذا الحديث يدل على الجواز استقبال الاستدبار صح؟ خطأ وهم منه هذا التعليق أن هذا الحديث يدل على النهي تحريم استقبال القبلة واستدبارنا للدولة الغائط. طبعا هذا الحديث على عمومه يعني ايش على عمومه؟ الصحراء في غير الصحراء في الكنف وفي غير الكنف لا يجوز استقبال القبلة بجول ولا غائط ولا يجوز استدبار القبلة بجول ولا غائط. جاء حديث اخر عن ابن عمر رضي الله عنه قال ارتقيت على بيت حفصه فوجدت ان فرايت بالسمن يقضي حاجتهم مستقبلا بيت المقدس مستدبرا القبله. اذا فعل المسلم هنا ظاهره انه خالف القول هو حرم على الناس ان يستقبلوا او يستدبروا. فمطالب العلماء في الجمع بين هذين الحديثين اللذين ظاهرهما التعارض كثيره منها ما يتبناه السوسان في القواعد الاصوليه انه اذا خالف فعل النبي قول النبي ففعل النبي على خصوصه على الخصوص يعني ده خاص بالنبي والقول على العموم. اذا هو جمع بينهما كيف؟ كيف جمع بينهما؟ يعني فعل النبي اللي رواه عمر ده خاص بالنبي. ما معنى خاص بالنبي؟ ما من احد من امتي يستطيع ان يفعل ذلك. وقول النبي لا تستقبله ولا تستدبره عموم لكل الامه. اذا ابقى النهي على ما هو عليه وجعل فعل النبي اللي رواه عمر خاص به وده كلام مرجوح ضعيف هذا الجمع ضعيف جدا. الامر الثاني او المنطق الثاني للعلماء ان بعدهم قال نحن نرجح الحاضر على المبيح لان النبي ترجحه اسم النبي الجمع. فقال حديث ابي ايوب حاضر حديث ابن عمر مبيح فنحن نقدم الحاضر على المبيح. فنبين وجود الترجيح غير ذلك. هذا كلام ايضا ضعيف لان احنا قلنا اول القوة العلماء في التعامل مع الادله اللي ظاهرها التعارض الجمع بين الدليلين. هذا كلام الجمهور وهو صحيح يعني اصح من القول ذلك ما قاله التابعين التفريق بين البنيان وغير البنيان. يعني يفرق بين الكنف والبنيان زي اللي عندنا الان من الكنف وغير ان هو يكون في صحراء. لو واحد يسافر مثلا للحج بالبر فهو اذا نزل يعني نزل يقضي حاجته ممكن يستقبل او يستدبر او لا يستقبل ولا يستدبر ده الحكم هنا. اما اذا كان في البنيان قول الحكم يختلف. التفريق بين البنيان وغيره لا قول الجمهور على قول الشافعيه وبعض الحنابله ولا قول قوي جدا لان كان هناك قول الحنابله يفرقون بين الدوله والغرب. لكن نقول القول الصالح الراجح لذلك التفريق بين البنيان وغيره البنيان. فقال في البنيان يجوز استقبال القبلة واستدبارها. ما الدليل؟ قالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ان مثلا استقبل بيت المقدس استدبر الكعبة. فقلنا لهم طيب الفعل ليس على الخصوص؟ قالوا لا لان الاصل عدم ايه؟ الا فات قرينة ولا قرينة الاصل عدم الخصوص. لا في اي حكم يختص به النبي الا اذا تم الدليل. وطبعا عدل ده ان مثلا لما اراد لما الله تعالى اراد يشرع له انه يتزوج اكثر من امرأة الوهبة نفسها دون مهر انه يدخل بيها فده كان خصوصا مسلم بينها الله. قالوا ان امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها ماذا قال؟ خالصة لك. تبين بالنص التخصيص له. فان كان الاصل التخصيص معه احتاج دليل على ان يبين التخصيص. فالصحيح بذلك ان الاصل عدم الخصوص. فيكون الفعل فعل النبي يبين لنا جواز استقبال القبلة كله غائط واستدبارها في القرب في المواحيط في البنيان. اما في الصحراء فلا يجوز لقول ابي ايوب الانصاري لا تستقبله ولا تستدبره. طب هذا فهم من مين اتينا به؟ نقول ان العلم الا قال الله قال رسوله قال الصحابه. فنافع ها؟ محدود زاد. المهم احنا الان في الاصول في الفقه احنا عايزين نبين بس محل الشاهد لنا. فابن عمر كان في الصحراء ونافع راحلته وقضى حاجاته مستقبلا بيت المقدس انتظارا كان. فقال نافع لم ينهى عن ذلك قال ذاك في الصحراء. يعني ايه في الصحراء؟ لو لم يكن بينك وبينها
كاتب وده راوي حديث حتى وهو عارف حديث من ابي ايوب الانصاري، فهذا دلاله على فهم ابن عمر الاثري اما المساله فيها تفريق بين الدنيا وبين غيره. هذه ايضا من سبل الجمع بين الدليلين. حديث الدور بقائمه ومن ثم لما مر على عنده الناس بالقائمه ماذا قال له؟ قال تريد ان ينصر معك الهر؟ قال لا. قال اصرخ معك من هو اشر منه الشيطان. ثم نهى بالتصريح عن السرد قائما فقال من سرد قائما فليستقيل، هي دلاله على التحريم شده التحريم، لكن جاء دليل اخر لان مثلا سرد قائما من كان معلقا. العلماء ايضا منهم من ايه؟ من يرجح ولا ياخذ الجمع. اذا بيعملوا كده الجمع كده الجمع اخذ بقاعده الحاضر يقدر على الوضوح، والقاعده دي من قاعده الترجيح يلزم من وجود الترجيح. فبناء نقول له ان العلماء في الادله التي ظاهرها التعارض لهم خطوات ثلاثه مرتبه ليست على التغيير. الترتيب الاول للجنه كما نبين الان، الترتيب الثاني النسخ، الترتيب الثالث الترجيح اللي هو وجوه الترجيح، وهو اخذ الثالثه دون ان يبدا بالاولى والثانيه. قال الحاضر يقدر على المبيح. من الحاضر؟ من يعني السر؟ لا حاضر. من المبيح؟ سأل مثلا بالسر فقال الحاضر يقدم على المبيح لحيفة الدين، يعني لا يوجد حيفة كما تنظرين يجي من وجود الترجيح. لكن نقول له نحن معك في هذه القاعدة ونتفق ان الحاضر يقدم على المبيح، لكن نقول عندنا الجمع اولى. كيف الجمع؟ ان الجمع ان فعل من سلم يصرف المنع من التحريم الى الكراهة، ونقول بكرامة الزوجة قائما لا بالتحريم. لما؟ لان من سلم لا يفعل محرما، سيسكن علينا اخر ويقول طب يفعل مكروه، من الذي يكره؟ يعني لو قلنا هذا الفعل مكروه من الذي يكرهه؟ الله اللي على هو الذي يكرهه، فكيف طبعا الفعل يكرهه الله اللي على؟ وكيف يفعل النبي سوء ان يكرهه الله؟ نقول هو في حق النبي ليس مكروها، بل هو محمود شرعا ان يبين ذلك، بل في حقه بيان للتسريع وفي حقه فضل ونعمه انه يبين للناس حتى يعني لو ذاق الامر باحدكم فسرد قائما فلا يرفع على نفسه من الاثم ليس باثم، بل هو مكروه فقط فيصرف من التحريم الى الكراهه. وده برضه اللي جمعه العلماء في الحديثين السابقين ايضا قالوا ان استقبال قبله واستدبارها في القدس على الكراهه. يعني ده برضه من طرق الجمع اللي جمعوه، قالوا في البنيان على الكراهه وفي الصحراء على التحريم. فاذا اول الطرق الجمع بين الدليلين. الامر الثاني النسخ. الطريق الثاني اذا وجد يعني اذا راينا ان ظاهر الادله التعارض فالطريق الثاني هو النسخ. والنسخ ده اصعب الطرق على المجتهد، لان معرفه الناسخ من المنسوخ لابد يعرف ايه؟ التاريخ المتقدم والمتاخر، وده صعب جدا على العلماء، صعب جدا يعرفون الناسخ من المنسوخ الا بالتصريح او بقرائن ظاهره جدا محتاجه تثبت الناسخ من المنسوخ. مثال ذلك ان مثلا اباح نجاح المتعه ثم جاء في غزوه خيبر فنسخها كما تحريف عليه ان الله حرم عليكم نكاح المتعه والامر الخبر الاهليه، ثم اباحها من سنه مره ثانيه ثم نسخها الى الابد في تبايع الظهر فتح مكه. قال النبي صلى الله عليه وسلم حرم الله نكاح المتعه الى يوم القيامه، فاصبح ده ايه؟ نسخ معروف المتقدم المتاخر منه، فده ناسخ من المنسوخ. اذا مش ممكن نقول الجمع هنا اباح نكاح المتعه ثم حرمها ثم اباح ثم حرم، هل هناك جمع؟ حرام وحلال مفيش، مش ممكن نقول على الكراهه. اذا عرفنا المتقدم من المتاخر ولا يجوز لنا ان نقول بكراهه نكاح المتعه، مش ممكن الجمع، نلجا الى الطريقه الثانيه وهي النسخ، فنقول نسخت اباحه او نسخ الحكم الذي يبيح اباحه المتعه. الطريق الثالث هو طريق الترجيح. طريق الترجيح وده غاب عن استرادة اللمع، قال يعني ما يقرب من 70 وجه للترجيح، اكثر من 70 وجه للترجيح بين الادله. طبعا الادله لها ترتيب معين، النص يقدم على الظاهر والظاهر يقدم على المؤول، والمحكم يقدم على المتشابه، والمتحقق يقدم على المتعلم، المتحقق يقدم على المتوهمه، وايضا القول يقدم على الفعل، والمثبت يقدم على النافي، والناقل عن الاصل يقدم عن الاصل. لو رجل قال الاصل الاباحه نقول جاءنا الدليل الذي نقلنا من الاباحه الى التحريم فبيع الغلط. يعني لو جاءني رجل قال الاصل في البيع الحل، قال الله تعالى احل الله البيع وحرم الربا، وانت تقول له بيع الغلط حرام، فيقول لك لا الاصل نعم، ماذا تقول له؟ نقول نتعارض الان، الاصل الحل عندك وانا عندي ناقل من الاصل وهو لا ينقل عن بيوع الغلط، فالناقل يقدم الذي ينقلني عن الاصل اقوى من الاصل المبيح، من ادوات الترجيح.
واضرب بعض الأمثلة التي تبين مسألة الجنة والنار والصندوق أيضا إجمالا ثم نفصل في التعارض. منها نظر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أباح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا عدوى ولا طيرة. هنا نفى إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نفى العدوى ونفى التشاؤم، لا عدوى ولا طيرة. جاءنا حديث آخر عن مسألة البخاري قال سر من المجذوم فرارك من الأسد، فرارهما إيه؟ لا عدوى. ويقول فر من المجذوم، لما تفر من المجذوم؟ هتتعدى، صح هتتعدى منه، فقال فر من المجذوم. طب الآن يقول لا عدوى وهنا يثبت إن فيه عدوى، ده ظاهرهما الطعام. كيف يا جماعة؟ أيضا العلماء نظروا فقالوا ننظر نسخ ترجيح جمع، لا الجمع هو أول الدرجات، فجمعوا واختلفت مساليبهم في الجمع أيضا. فالجمهور يقولون الجمع لا عدوى، أن العدوى تمرض بذاتها. عرضوا هذا الجمع بأن الواقع يشهد بذلك طبيا، يقولون في أمراض طبيا معدية، يقولون إذا الواقع شهد بذلك فلابد أن نقر به. والجمع الثاني هذا الذي يعني أميل إليه قلبا صراحة، هذا الجمع الذي جمع الحافظ بن حجر، فقال قول المسند لا عدوى نفي على العموم، ما فيش عدوى اي غرض، ما فيش عدوى لا عدوى يعني ما في عدوى في حال من الاحوال، لا عدوى ولا طيره، فده نفي عام. اما قول المسند فر من المجذوم فراقا من الاسد ده مؤول، لا عدوى ده محكم، والثاني محتمل، والمحكم ايضا محتمل. قال لا عدوى يعني لا عدوى لا تمرض بذاتها ولا هي سبب. اما قول المسند فر من المجذوم معناه خطا للذريعه، فالجمع بينهما لما نقول فرنا نقول معا فرنا نزوح، لما خطا للذريعه؟ لان انت ممكن اذا رجل صحيح جلس مع المريض فجاءه مرض الجدران فسيقول من الذي اعداني؟ هذا المريض اعداني، وايضا ياتيه في قلبه هم ايه؟ هم الجاهليه اللي هي عايزه تمر بذاتها، فهو ذريعة ان هو يظن بالله ظن السوء او يظن بغير الله ما لا يكون الا لله جل وعلا. فحتى الذريعة وحسم النزلة وقال سر من النجوم فراغك من الاسد. وصراحة هذا قول قوي جدا لادلة، منها اولا بسند صحيح ان سلمان الفارسي اخذ بيد مجذور، اخذها هكذا بيد مجذور ووضعها في الصحفة، ووضع يده في الصحفة ياكل وقال كل ايمانا بالله وتوكلا عليه، كل ايمانا بالله وتوكلا عليه، واعلم ان الامر اصلا بقدر الله، لا هي تؤمرض ولا عدوى تؤمرض ولا شيء من ذلك، اذا قدر الله بالمرض سيكون والا لن يكون. ويدل على ذلك الاخبار الصحيحه ان رجلا جاء لمسلما يسال عن العدوى فقال له انه لا يعد لا يعد شيء سوءا، ما في عدوى لا يعد شيء سوءا، فقال يا رسول الله ما بال كان بالاجرب يدخل في الجمال فيجردهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن اعدى الاول، فان قلت لك جمل يعني اجرب دخل في الجمال فاجربهم، فمن الذي اعدى الاول؟ فسقط الرجل، فعلم ان المساله ايه؟ قدر من الله جل وعلا. وهذا جمع صحيح، وفيه كما قلت ادله قويه جدا ويعضده ان الرجل الذي يقول هناك عدوى لا تمر بذاتها، لكنها سبب بذريعه ان هو يعتقد انها باعتبار كثره السبب، وانخلع السبب عنه واعتقد الاعتقاد الجاهلي، فلما نفتح له الباب فنغلق عليه الباب ونغير الطرف يزيد من بيصلي مثلا في الكتاب، وفي واحد جنبه بيصلي فيعطف لجانبه يعطف اول ما هو يكون عنده نفس الفيروس فلا يغسل المصلي جنبه، بل بالحرم حدث ذلك، رجل يصلي جنب رجل فرجل اخر عنده برد فعطف كثيرا فقال يا اخي ما تروح تذهب تصلي في بيتك، انت لما تاتينا وتمرضنا بهذه الطريقه وتضيع علينا صلاتنا، فان كان الامر على الفتح بهذه الطريقه هتكون ذريعه لكل انسان ينظر الى المريض بنظر الزراء وغيره. اما اذا قلنا بانها لا عدوى عامه طور الانسان ايمانه وتوكله على الله جل وعلا، هذا مثل من امثله الجمع. الثاني هذا من باب الجمع، هذا ايضا حديث سريع هو النسخ ده اجمالا حتى ما بين اقسام التعارض، يعني ما بين قرارين يضعف المتقدم منهما المتاخر فيكون الجمع بينهما ولا ايه؟ يعني دليلان ظاهرهما التعارض، اعرف المتقدم من المتاخر، ها ماذا الى النسخ؟ مثال ذلك هذا الحديث قرأ فيه خلاف فقه عريض، وحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجب المحجوب، يعني رجل صام رمضان وهو في رمضان صنع الحجامة، فالذي يحجم له وهو نفس المحجوب أفطر هذا الرجل، أفطر الحاجب والمحجوب. هذا الحديث يقول دون حنابلة ولا ترجيح في الإسلام جميعا، يعني أي حجامة في الصوم تفطر عنده يعني، وده عند الحنابلة قول القوي في الحنابلة، والجمهور على خلاف ذلك، وده صحيح عند الجمهور. هذا الحديث منسوخ لأنه متقدم، قال انس مر مسلم على جعفر او على غيره ويحتجب، قال اثر الحاجب المحجوم،
ثم قال ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة. هناك الرواية في الدار الحجري يرجع لإسماعيل عن أبي سعيد الخدري أيضا أن صلى الله عليه وسلم رخص القبلة الإسلام والحجامة. فرخص هذا معناه إيه؟ كان قبل ذلك ثم نزل كان حراما أو كان يكثر ثم أتانا عنه أن يكثر ثم نزل هذا الأوكل رخص رسول الله. هذه فيها دلالة على النسخ لأن المتأخر من المتقدم. مثال الترجيح وإن كان هذا المثال لا ينفع للترجيح لكن نحن نستعملها من قبل وإن قصدوه استغفر الله. يعني نضربها مثلا كل الأمراض أن المسلم قال يا أصحابه يا رسول الله إذا رأى أحدنا صاحبه أفا يلتزم هذا يعني يعانقه أفا يلتزم هذا فيقبله؟ فقال المسلم لا. قالوا أن حمله إذا زي العيد الأخوة للتلم وتقعد تنحمها لا يجوز هذا. وطبعا الالعاب القوة اللي فيها الاحناء كل ده يريد. فقال يا رسول الله الحمد له؟ قال لا. قال افان صافحه او افان صافحه؟ قال انت فلم نعم انت. فالجملة الاولى قال افان سيقتله؟ قال لا. وورد ان من سلم لما قدم جعفر نبح له قال ما فقدمه قدمه من سلم فرح بقدومه وقدمه. فهو جزاء للتقدير هو ما عن ذلك. وهذا العلماء ما عرف ان يجمع في قلب الترجيح. قال حديث انس اقوى من حديث جعفر. جلوس الدلاله اولا حديث انس قول وحديث جعفر ايه؟ فعل. والقول اقوى فعل فالقول يقدم الفعل. ايضا حديث انس حاضر وحديث جعفر مبيح ومن وجود الترجيح ان الحاضر يقدم المبيح. ده نفس اللي بعض العلماء على مسألة الترجيح. لكن احنا نقول له الأولى من هذا الترجيح أن يرجع العلم الجنة ترجية الجنة. عشان نقول إذا الأخ يرى أخاه ما يقبله إلا في حالة الخدوم من سفر. وبعض العلماء قال للعلة إن الخدوم من سفر ليه يقبله ويعانقه للجوف. فقال حتى إن كان له من الإخوة من يحبهم واتاق إليهم ولم يرى أحدا منهم على بعد بعد سنة يعني فله أن يعانق ويقبل. للعلة الموجودة هي الطوق مفهوم؟ إذا الجمع هو الأولى من الترجيح. أقول أحسان التعارض هنا نأخذ التقسيم. أحسان التعارض أن يكون التعارض طبعا أحسان التعارض هل كلامي دول تعارض ولا موجود أربطه؟ أقول ظاهر والتعارض أن يكون بين الدليلين عامين. الدليل الأول عام والدليل الثاني عام ويمكن الجمع بينهما. فإذا كان أمكن الجمع هو الأولى فإن لم يمكن ماذا أفعله؟ إذا لم يمكن أبحث عن متقدم متأخر من النص. إذا لم يمكن وجود الترجيح مثال الجمع ممكن قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هنا الله تعالى نفع عن النبي الهداية إنك لا تهدي من أحببت. في آية أخرى قال الله تعالى فيها وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أين هذا المثل؟ هنا إنك لتهدي إلى السنه انك لا تهدي. فالجمع بينهما في ذلك ايه؟ الجمع ان الهدايه هدايات واربع هدايات. لكن اقول هدايه هدايتان هدايه عامه وهدايه خاصه. فالهدايه العامه هي التي اقرها الله للنبي صح؟ لا لو قلنا بالتقسيم هدايه عامه وهدايه خاصه هدايه الارشاد والبيان هي هدايه عامه الهدايه الخاصه هدايه القلوب يصح التقسيم هذا. فيكون سلم اقرها الله على الهدايه العامه اللي هي هدايه البيان والدلاله الاستاذ. فان تمس بينهم يعني بينا لهم فالتحب العمل على الهدى. فان الهدى الخاصه فهي لله وهي هدايه القلوب ودي المنفيه. اذا الجنة اللي بتدلين كده نقول انك تهدي الى صراط مستقيم هدايه عامه هدايه الدوام والدلاله الاستاذ. وانك لا تهدي هدايه القلوب لان هدايه القلوب لله جل وعلا. ايضا ممكن نجمع بين الاثنين ان كان عام وخاص كان سببين. الثاني لا يمكن الجمع بينهم يعني دليل عام عارض دليل اخر عام لا يمكن الجمع بينهم. فنبحث عن المفصل كما في قول الله تعالى كتب عليكم السلام كما كتب على الذين من قبلكم الى ان قال فمن كان منكم مريضا او على سبب من تعبد من احيان اخر فعلى الذين هذه الايه وعلى الذين يطيقونه فدية عن المسلمين. ثم قال وان تصوموا اذا هو على التخيير اما ان تهدي للطعام قطعا مسكين او تصوم وان تصوموا خير لكم الخير لكم الصيام فخيروا. ثم الايه التي تلتها
هنا هو تقديم الزمن لا متقدم متأخر. الآية الأولى المتأخرة قال الله تعالى فأنا يمتهد منكم الطهر فلا تصلوا. هذا أمر نسخ التخيير. قال لابد انك تقوم. ما فيش كده انك تقوم مخير بين انفتهم وبين انفتهم. لا. نسخ هذا الحكم حكم التخيير من كده هنا. قال وان تصوموا خير لكم بل التخيير. لا. قال الله تعالى فمن كاد منكم الشهر فلا تصوموا. فنسخ التخيير. لا الدليل العام الاول يعارض الدليل العام الثاني. ما عرفنا ان نجمع بينهما فقلنا المتاخر ينسخ او المتقدم. الثالث طرق الترجيح. يعني ما عرفنا كيف نجمع وما عرفنا النسخ من المنسوخ فنحن نرجح. ده ايضا في اي محل عارض او ظاهر التعارض عام مع عام. قول مثلا ان النسخ ذكر او يتوضا هذا عام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل يعني يمس احدنا ذكره فقال انما هو مضحك منه. طبعا هنا بعضهم يمثل ان هذا الترجيح انت يا رايح فصلنا نحن فقهيا الترجيح ولا جمع؟ جمع. قلنا هنا من الناس تذكر وقد يتوضا اذا كان بإصداء بدون حائل وانما هو مضحك منه ان كان غير اصداء وايه؟ بدون حائل. وبينا الادله دي في سؤال جاء فقهيا ففصلناه. طيب الرجوع اليه فقهيا الان. لكن هنا مثل له بعض العلماء لان فيه الترجيح فقالوا مرجح الحاضر على المبيح. لما قال من نفس ذكره فلا يتوقع صح والاخر قال لما هو بلعب منك والاصل حيفر كما قلنا من وجود الترجيح في حيفر الدين خلاص. وايضا انما هو بلعب منك ليس في قوة صحة من نفس ذكره في الاتوقع. لذلك المحدثون يقولون اذا تعارف الحديثان حديثيا نقول ما كان متفق عليه يقدم على من فرق به احدهما مسلم او بخاري. ومن فرض به البخاري يقدم على من فرض به مسلم. ومن فرض به مسلم يقدم على مكان ايه؟ اثرتهما. او مكان على اثرت البخاري يقدم على مكان على اثرت مسلم. خلاص ثم نقول يتقدم على ايه؟ على الزمن بعد ذلك. هذا هو الترتيب. القسم الثاني ان يتعارض. يعني هم حالات اربعه. تعارض عام مع عام. تعارض خاص مع خاص. تعارض عام وخاص. والرابع تعارض عام خصم وجه والاخر عام وخصم وجه. الخصم وجه وعام وجه كما سنبين. الحاله الثانيه تعارض خاص مع خاص. مثال ذلك حديث جابر رضي الله عنه وارضاه في حجه الوداع انه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم تلك الظهر. وعن ابن عمر ايضا في الصحيح انه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر لمنى. ده دليل خاص ظاهر ان هو تعارض مع دليل اخر خاص. كيف يصلي الظهر في منى وكيف يكون هو بيصلي الظهر وين؟ في مكه. كيف هذا؟ كيف نرجع احنا عايزين المسافه من مكه لمنى بعيده. فكيف يكون بيصلي الظهر في مكه ويصلي الظهر في منى؟ فكيف نرجع بينهما؟ وهذا بعض العلماء يرى انه لا جمع بينهما، يرى ان هذا تعارض ما نستطيع منه ان نرجع بينهما فيقدمون حديث جابر على ابن عمر. ليه؟ هذا بالصحيح ولا بالصحيح؟ ليه؟ لا لان جابر رضي الله عنه هو اروى الناس في المنازل. يعني هما قالوا اروى الناس عن السنه في المناسك هو جابر فهو اعلم الناس في المناسك. لكن هنا جمع بعض العلماء جمع طيب كما جمعوا يعني بسبب ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح قال يجمع بينهما ان صلى الظهر في مكه ثم رجع فصلى باصحابه الظهر بمنى. فيقول صلاهما فصلى الظهر صلى الظهر ايه؟ مرتين. المره الاولى فرض والمره الثانيه تكون نافله بس. فده جمع ايضا طيب جمعه بعض العلماء ونقله الحافظ ابن حجر. فيكون ده جمع بين الخاص وبين الخاص. ان لم يكن فيكون الناسخ والمنسوخ ايضا. لا ان لم يكن فيكون الثالث وهو الترجيح. مثلا حديث في الصحيحين ايضا هو ده الحديث الاثري اللي احتج به الاحناف حتى لما احتجوا بالحديث الاثري يعني كان الحديث فيه وهم. يعني حديث ميمونه رضي الله عنها ان كان تزوجها وهو حلال يعني مش محرم. الحديث عدده حديث ابي رافع قال كنت السفير بينهما. يعني كان هو السفير بين النبي وبين ميمونه. هو ميمونه دي صاحبه القصه زوج النبي فقالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال. وفي البخاري عن ابن عباس ان الانسان تزوج ميمونه حرام. تزوجها هو ايه؟ هو محرم. طبعا مثلا نهى المحرم ان يتزوج او يزوج او يخطب في نهي عن ان المحرم يفعل ذلك. فده اشكال اهو. ميمونه تقول تزوجني حلالا وابن عباس يقول تزوجها محرم. ما نعرف كيف نطلع بينهما ولا نعرف المتقدم من المتاخر. ماذا نفعل؟ ما الترجيح؟ ايهما الراجح؟ ميمونه لما؟ نقول حديث ميمونه يقدم على حديث ابن عباس لما؟ لاكثر من وجه. الوجه الاول الراوي
اعلم بما روى وهو صاحب القصه. والقاعده عند المحدثين صاحب القصه يقدم على غير صاحب القصه. العباسي هو صاحب القصه. من هنا يفعل الزاويه درجه من السنه. وابو رافع كثير فهو صاحب القصه ايضا يقدم على ابن عباس. والثاني ان كلام ابن عباس هنا مبيح صح؟ مبيح ولا مش مبيح؟ مبيح لان هو بيبيح للمحرم ان هو يتزوج. فاحنا نقع في الكلام على الحاضر اللي هو لا ينكر عن المحرم ان ينكح. الحاضر ممكن يقدم لكن اقول اما بنقرا حديث ميمونه ما دخلش مع اشكال ثاني في احاديث اخرى. يعني حديث ميمونه هو تزوجها حلالا فمن سيصادم حديث النهي عن الزواج هو محرم مفهوم؟ طيب يبقى اذا نرجح حديث ميمونه على حديث ابن عباس. القسم الثالث ان يكون التعارض بين عام وبين خاص. التعارض بين العام وبين الخاص جيد جدا لان انت هتفعل هتقدم الخاص على العام. لا تعارض بين عام وخاص لان الخاص اقوى في الدلاله من العام فيقدم الخاص على العام. الامثله كثيره جدا وقد ذكرناها في دروس الاسبوع وذكرناها ايضا في العقيده. نمثل لها بمثال الان مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العصر. هنا فيما سقط السماء ده معنى ايه؟ كل شيء يخرج سواء وسق وسقان ثلاثه اربعه خمسه عموم اللي يخرج من الارض عليه زكاة. لكن في انا حديث اخر يقول ان الانسان ليس فيما دون خمسه انفق زكاة يبقى تلوينها بكام؟ خمسه انفق. فده خاص الحديث الاول عام فكيف نجمع بينهما؟ نقدم الخاص على العام فنقول فيما سقط السماء العرس ان بلغ خمسه انفق ان كان اقل من خمسه انفق فلا زكاة فيه فنقدم الخاص على العام. القسم الرابع ان يكون التعارض بين نصين احدهما اعم من الاخر من وجه واخص من وجه. يعني ده عام من وجه واخص من وجه والاخر عام من وجه واخص من وجه. يمثل العلماء له بمثال قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر يعني المراه التي يخفي عنها زوجها تبقى في العده وتحرص عليه اربعه اشهر الحداد اربعه اشهر يبقى العدة تعتد أربعة أشهر وعشرة. وقال الله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أي وضعن حملهن. ننظر بقى هنا الآية الأولى قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا دي عام في إيه؟ عام في الأزواج كلها الحامل والحائل. عام الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا سواء كانت حاملا أو حائلا أربعة أشهر وعشرة. والآية الأخرى خاصة بإيه؟ خاصة بإيه؟ الحمل وعامة ايه؟ في الطلاق وفي الموت. دي خاصة في الموت لكن عامة كل الأزواج. الثانية عامة في الطلاق وفي الموت وخاصة في الحمل. فنقول هنا وجه الحمل وخصوص وجه الحمل يحمل على ايه؟ على عموم الذين يتوفون منكم. فنقدم خاص خصوص الحمل على عموم الذين يتوفون منكم. يعني معنى ذلك الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. نقول هذا عام في كل النساء إلا الحامل. فنخصص الحامل نقول أن تضع حملها. طب ليه تعبت في هذا؟ ليه ما نقول إن الخاص ده اللي يحمل على العام هذا؟ ما نجعل الخاص هذا هو اللي يحمل على إيه؟ العام الثاني. نقول ده أصعب وجود الجمع. القرينة المحدثة هي التي ترجح لنا وقد جاءت قرينة تبين لنا حمل عموم آية والذين يتوفون على حدوث الحامل لحديث مين؟ صبيعة ايه؟ الأسلامية لأنها كانت حامل وتنفع عنها زوجها بعد ثلاث ليال باعتبار قليلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها قد حل لك الزواج. بعد ما نزلت وثلاث ليال وضعت تبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أنها ايه؟ حلت الأزواج. خلاص انتهى حلت الأزواج. حديث أبو السنابل حديث صحيح من الحي لما قال كذب أبو السنابل يعني أخطأ أبو السنابل اللي هو قال حتى يبلغ الزواج أجله يعني أربعة أشهر وعشرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي حلت للازواج بعد ما وضعت وضعها. فهذه قرينه وقليل جعلنا نرجح ان نحمل هذا العام على خصوص هذا الدليل. ايضا في دليل اخر للحاله الاولى بالقرينه. دليل اخر في ظاهره التعارض في عموم وحدود. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاه بعد العصر وبعد الفجر. نهى يحرم الصلاه بعد العصر وبعد الفجر. هذا عام في ايه؟ في كل الصلوات. خاص ايه؟ خاص الوقت بعد العصر وبعد الفجر. طيب وحديث اخر قال صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. ده عام في ايه؟ لا عام في ايه؟ في الوقت. عام في كل الوقت. اذا دخل احدكم عصرا مغربا عشاء فجرا فليركع ركعتين اذا اراد الجلوس.
ولما تكون المسجد او صلاه ركعتين فيه يكون عام في الوقت خاص ايه؟ خاص الصلاه، خاص الصلاه بالركعتين. فيقول ايهما يحمل على الاخر هنا؟ هذا عام في الصلوات خاص في الوقت، والاخر عام في الوقت خاص في الصلوات. ايهما نقدم؟ لا قرينه الان، ما فيش قرائن. لو ما فيش قرائن ماذا نفعل؟ نتوقف. ما نستطيع نفعل ما نتوقف. لو جاب منه الخارج جيد، لكن نتوقف. لكن هنا وان لم يكن هناك قرائن عندنا وجوه للترجيح. ايه وجوه الترجيح في الحمد؟ هو ان ممكن العام الذي يخفف يكون اضعف دلالا من العام الذي لم يخفف. فننظر في النهي عن صلاه بعد الفجر وصلاه بعد العصر، خفف ولا ما خفف؟ خفف ليه؟ لقضاء الفائته. يعني رجل ما صلاش العصر، هنقول له لا يجوز بعد العصر تصلي صلاه؟ هنقول له صلاه، صليها. نام عن الظهر وقام بعد العصر، هل يصليها ولا ما يصليها؟ اي دليل على ذلك؟ من نام عن صلاه او نجاحه يصليها وقتها؟ لا كرامه، لا كرامه لها الا ذلك، صح؟ ايضا بعد الفجر لا يصلي، بل قضاء السنن الرواتب الذي لم يفرق فيها المرء بين هو يقضيها بعد الفجر وبين هو يقضيها بعد العصر. ده الحديث الاول لما ذكر ان كان عاوز يصلي بل اعتمد بعد الفجر قال الفجر مرتين، فقال سنه الفجر فاقره، والثاني من سنه نفسه صلى بعد العصر قضاء سنه الظهر. فاذا هذا العام قد خصص فتدعو دلالته، فنقسم عليه الاسم العام الذي لم يخصص اي حديث صلى. اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يرجع ركعتين. العلماء اذا لم يجدوا في الطرق الثلاثه الجمع او النسخ او الترجيح كما قلنا يبحثون عن دليل مستقل، ان لم يجدوا فالتوقف. التوقف حيث تجمع ولم تتغير الناس من المنسوخ، ولم يكن عندك من المرجحات او الادله التي ترجح لك او دقه النظر الذي يرجح لك، فتتوقف لا تعمل بهذا الدليل ولا تعمل بهذا الدليل. قوه الجمع من وين اتينا ان لابد نقدم الجمع على النسخ وعلى الترجيح؟ القاعده التي قعدها العلماء اعمال الدليلين اولى من اعمال احدهما. طبعا من طرق الترجيح كما قلنا الموت بيتقدم على النافي، ايضا من طرق الترجيح ناخذ بالزياده. يعني لو في زياده علم الذي معه زياده علم ناخذ منه، بس لابد ان يكون زياده العلم دي مش مخالفه، يعني يشترط فيها انها ايه؟ لا تكون مخالفه. مثال ذلك كما قلنا دي طبعا هي مساله حديثيه لكن لها محل من كلامنا الان. الشافعيه وغيرهم يرون ان من السنه ان يثير المصلي التكبير باصبعه الى القبله دون التحريف. لكن الحديث رائع المحب للمساله دي مساله تحط في المصطلح وطرحناها في العام الماضي مساله زياده الثقه، لكن لها محل هنا. يعني دي مثلا زياده فيها زياده ايه؟ علم. حديث رائع ان هو قال ايه؟ الحديث زائده، حديث زائده، حديث زائده مقدمه ان هو قال يثير يحركها، ففيها زياده ايه؟ علم وهو التحريف. فننظر في التحريف هل يخالف الاشاره؟ اذا قال رجل تعالى هنا قالوا اشار بيده ان تعالى، يجي اشاره فيها ايه؟ تحريف. هل التحريف يخالف الاشاره؟ لا يخالفها. اذا لم يخالف وهو زياده علم فناخذ بها، فنقول يثير يحركها، فزياده علم ناخذ بها. ايضا يمثل بعض العلماء لها لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يمثل القران الا طاهر. هنا بحتمل ايه؟ طبيب يقول حتى لو في زيادة معنى ناخذ بالايه؟ بالمعنى الاكثر اللي هو يسمى كل المعاني. هنا لا يمثل القران الا طاهر، ممكن يحتمل طاهر ايه؟ باسلامه، لا باسلامه، لان المؤمن لا ينجس. النبي صلى الله عليه وسلم قال ابي هريره سبحان الله المؤمن لا ينجس في الصحيحين. وايضا ممكن تحتمل ان يكون طاهر من ايه؟ من الجنابه او بدنه من الشوك، او يكون طاهر بايه؟ بالوضوء. ايهما اسمى في المعنى؟ الوضوء. فنقول ناخذ بايه؟ بالاسمى في المعنى، لان هو هيلم كل هذه المعاني. يعني لو كان متوقع من باب اولى انه ايه؟ غير جنوب، ومن باب اولى ان هو مسلم، فاذا يشمل كل المعاني فنقول قطعا لا ينص القران الا طاهر. يعني لا يجوز لواحد غير متوقع ان ينص القران، وهذا هو الصحيح الراجح حقيقي اصوليا انك تاخذ بايه؟ زياده المعنى. الاخير ان انت اصلا ممكن تاخذ بالترجيحات ايضا بالحيطه تحتاج لدينك. إذا تتابع عليك حاضر ومبيح فأنت تحتفظ بدينك تقدم الحاضر على المبيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريدك إلى ملك، قيل فمن اتقى السواك فقد استبرأ لدينه وعرض دينه.